أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي باختصار لو وعليكم سمحتي عشان الله. الوقت. الله، ازيك يا دكتور حاتم؟ أهلا وسهلا ومرحبا. لو سمحت، أنا جوزي توفى من حوالي سنة، شهر واحد اللي فات. أولا بسألكم الدعاء لي بالرحمة، آمين يا والدعاء لي رب. ولادي بالصبر. آمين يا رب. المهم، هو كان قبل ما يتوفى، يعني كان احنا كان معانا طفل مريض يعني من فترة، فهو جوزي عمل له وثيقة تأمين ليه هو، يعني لجوزي نفسه، بس تستحق للطفل ده لما يبلغ السن، يعني السن اللي هو 21 أو 22 سنة. بس أنا، هي وثيقة تأمين على الحياة، بس أنا ما كنتش أعرف عن الموضوع ده حاجة. فبعدين هو الطفل ده يعني الحمد لله توفى، يعني أصلا قبل ما والده يتوفى. بعدين لما جاء جوزي توفى، الشركة اللي هي اللي كان عامل عندها التأمين صرفوا لنا مبلغ يعني، فأنا مش عارفة أعمل إيه في الفلوس دي، يعني هل أنا مش عارفة مدى حلها، أو تمام. مش عارفة يعني أعمل. طيب احنا تسمع الاجابه ان شاء الله اختم ام محمد، وان شاء الله ربنا يرحم الزوج وان شاء الله يصبركم باذن الله ويربط على قلبك. دكتورنا، المبلغ من وثيقه تامين على الحياه بعد وفاه الزوج، ما الحكم فيه؟ طيب، بدايه انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمه وان ينور قبره وان يسعد روحه وان يثقل ميزانه وان يغفر له ولموتى المسلمين اجمعين وان يحسن عزاءكم فيه ويعوضكم خيرا ويعني يخلف عليكم بخير ما يخلفه على عباده المؤمنين. آمين يا رب. يعني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الزوج معذورا بعدم علمه، وإلا فإن التأمين على الحياة لا خلاف بين أهل العلم على أنه لا يجوز شرعا، لأنها معاملة مبنية على جهالة ظاهرة وعلى غرر يقيني. عندما يتعاقد الإنسان على مثل هذا العقد لا يستطيع أن يعلم كم سيدفع وإلى كم سيعيش، إلى متى سيعيش. ومن ثم فإن أحد طرفي المعاوضة، عقد المعاوضة، هذا أحد طرفيه مجهول جهالة تامة. والجهالة واحدة من الأسباب الخمسة التي يترتب عليها البطلان في باب المعاملات المالية في الإسلام. فلعله، أرجو أن يكون الأمر كذلك، كان جاهلا بهذا الحكم ففعله عن جهالة، ومن ثم وصل المال إليكم. وأنا أقول باختصار شديد، إذا كنتم مستغنين عن هذا المال فخذوا أصل رأس مالكم وتصدقوا بسائره بما زال عن أصل رأس المال الذي دفعه الزوج في حياته. وإن كنتم مضطرين إليه ضرورة ملجئة لا غنى لكم عنها، ليس لكم مصدر دخل، ليس لكم وسيلة اكتساب، أنت لا تعملين، لا أدري ما هي ظروفكم، إن كنتم مضطرين إليه فلا مانع من أن تأخذوا منه ما يأخذه المضطر من الميتة أو من المال المحرم. ولو كان في الأمر قدرة أنكم تتخلصوا من الجزء الزائد عن حقكم أصل رأس المال الذي دفع فتخلصوا منه، والله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته يخلف عليكم بخير مما تنفقون. آمين يا رب.